موسم الرياض بالنهايه القويه في افتتاح الملعب والمواجهات القويه ما بين الهلال والنصر وانتر ميامي وتتويج الهلال بالفوز على النصر بنتيجه 2-0. استجاب المستشار التركي آل الشيخ رئيس هيئه الترفيه بالمملكه العربيه السعوديه لنداءات ظهرت النهارده وخلال الفتره الماضيه. الاولى الكابتن اشرف قاسم نجم الكره المصريه ونادي الزمالك السابق علاج في المملكه العربيه السعوديه، في خبر كان ايجابيا جدا لانه ظروف الكابتن اشرف قاسم كانت بتستدعي علاجا بشكل كبير وبتكلفه كبيره، فربنا يا رب يرجعك بالسلامه وشكرا على هذه اللفته الايجابيه من المستشار التركي آل الشيخ اللي ايضا رد على استغاثه من الكابتن احمد خيري لاعب منتخب اليد والنادي الاهلي واللي قال ان شقيقه بيعاني من تمدد في الشعب الهوائيه وبيحتاج لزراعه رئه عاجله لا تتوفر امكانيات اجرائها في مصر ولكن متاحه في المملكه العربيه السعوديه، فرد سريعا بالاستجابه ويعالج باذن الله شقيق احمد خيري، ربنا يا رب يرجعه بالسلامه هناك بالاستجابه لهذه الدعوه، فشكرا له وبالسلامه باذن الله للكابتن اشرف ولشقيق احمد خيري. مع السلامه مع حضراتكم، لقاء غدا باذن الله الساعه 12 بعد نهائي افريقيا، الى اللقاء.